السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لجميع المتابعين سواء في القناة على اليوتيوب عالم النحل أبي أو الصفحة على الفيسبوك تربية النحل ولاية سطيف الجزائرية. إذا كما تلاحظون هذه الخلية تركت لها العسلة، يعني جمعت منها كمية يعني قليلة، ولكن الحمد لله هذه اللي طبقت عليها طريق الديماري، نحيت لها العسلة الثانية، خليت لها غير الأولى، وكذلك تركت 7 إطارات. الشيء الملاحظ أن النحل بدأ يجمع العسل، أو ما شاء الله أمامكم هذا بدأ يجمع من أواخر تاع الشهر 7، هاو إلا هنا وراح يختم، يعني الله يبارك ما شاء الله. عودة النحل في جمع العسل، والمناطق تختلف، إذا عندك خلية قوية تقدر تخلي لها العسيلة وتخليها ممكن تجمع. وزيد على هذا نعطيكم معلومة، النحل في الوقت هذا، في الوقت هذا أواخر شهر 8 و9 ما يستهلكش العسل تاعو، وإنما يزيد يجمع. هذا بالنسبة للخلايا القوية اللي ما زالت قوية، أما الخلايا اللي ضعفت خلاص لازم تنحي لها العسيلة. شوفوا ما شاء الله، 4 إطارات فيهم هنا قليل، ولكن معليش النحل راه يجمع. وحتى في الأسفل تلاحظ أنه النحل بدا يبيض في الشمع، هذا دلالة على أن المنطقة الآن راهي مليحة. إذا أنا واش راح ندير، راح نخلي الخلية كما هي، يعني خليها تجمع، خلي يعني ممكن جدا يختم نظرا قلت لخصائص المنطقة، شوفوا ما شاء الله. الوقت هذا برك يعني معلومة نزيد نأكد لكم، أنه النحل لا يأكل العسل مخزن، بل يعني خزن عليه ولا يلتهمه مقارنة بالأشهر السابقة. هذه يا خوتي، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.